كاين شي تدوين التي تدعو الى القتل. أسامة الخليفي معروف على ان من دعاة الحياة، مناضل من اجل الحياة، لكن فيما يتعلق بالتدوين يعني اللي اثارت الجدل مؤخرا هي ما فيهاش دعوة الى القتل، بل هو تمني لموت الفكر الظلامي والفكر الرجعي بالمغرب. يعني ما كنهضروش حنا على اشخاص قدر ما كنهضروا على الفكر، لان بالنسبه لي انا الفكر الظلامي والفكر الرجعي والفكر ديال الحزب العدل والتنميه بالخصوص هو فكر يهدد المسار الديمقراطي في البلاد، يهدد المكتسبات اللي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الانسان في مجال الحريات، وكذلك يشكل خطر على الديمقراطيه، لان الحزب لا يؤمن بالديمقراطيه، وكاين امثله عديده في هذا الباب. الرقاب كان تم موضوع نقاش حتى في المحكمه، واقتنعت المحكمه ان تعليق الرقاب، مفهوم ديال الرقابه هو مفهوم العبد، يعني تعليق رقبتي عبد، يعني ان تحريره من ذاك الفكر بالضروره. يعني ماشي هي صحيح كانت فيها شويه ديال الحده، يعني ما كانتش تدوينيه، يعني كان شويه من اللغه والاسلوب كان فيه شويه ديال الحده، لكن لان خصنا نعرفوا علاش جا في ديك السياق، يعني جا من بعد الاغتيال ديال السائحتان اللي هو عمل ارهابي وكذا، جا من بعد كذلك ديال رفض حزب العداله والتنميه تسليم حميد الدين للمحاكمه، وقالوا بصوت واحد لن يسلموا اخاهم، وكذلك بعد التشكيك اللي قام به وزير في حكومه اللي هي سلطه تنفيذيه لمؤسسه القضاء اللي شكك في نزاهتها، وهذا خطير، هذا هو الخطر. يعني هنا رفعنا الحده، لان ولاو هاد الناس هادو يشكلون خطر الان على الدوله، ويهددون الدوله ويهددون مؤسساتها، فهنا اللي خلاه على ان يقوم بديك رد الفعل. انا يعني الى مشينا للتدوينات اللي كنا كنكتبوا ابان 2011 وابان قبل 2011 في مواجهه الدوله، وما كناش كنتعتقلوا الان، ولينا الى هضرنا على حزب معين اللي هو حزب العداله والتنميه، ولا كاين الاعتقالات، فهذا هو الخطير. يعني ان الدوله كانت لها سعه صدر في تقبل الانتقاد وتقبل التدوينات ديال رغم انها كتكون بعض المرات السقف ديالها مرتفع، وما كانش المحاكمات، لكن الان يعني ملي ولينا كنتكلموا على حزب معين اللي هو الحزب الاغلبي اللي هو حزب العداله والتنميه، او لا ننتقدوه، يعني ولاو كيتم الاعتقال ديالنا وكيتم الضغط على القضاء من اجل تصفيه الحسابات السياسيه مع الخصوم السياسيين، وهذا هو الخطير اللي ما بغينا، اللي خايفين عليه الان، ان تولي النيابه العامه من بعد الاستقلاليه ديالها تولي ترضخ لضغوط طرف سياسي ضد طرف سياسي اخر. عناصر المتابعه ديالي انا مختلفة ب 180 درجة على المتابعة ديال المواطنين ديال حزب العدالة والتنمية. أنا لم أتابع الإشادة بعمل إرهابي أولا، لأن العمل الإرهابي مكونات عناصر جريمة ديال الإرهاب، هي حمل فكر متطرف من شأنه دعوة إلى القتل وكذا وكذا. يعني هنا بالنسبة لي يعني محاكمتهم، لأنهم يعني المقتل ديال 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 السفير الروسي في تركيا والاشاده ديالهم بهذه الجريمه، هذه تعتبر جريمه، الاشاده بهذا العمل هذا هو جريمه، فهمتي؟ ولكن حنا مثلا ملي كنتكلموا على 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 حزب العداله والتنميه وكنقولوا بان حزب ارهابي، علاش؟ يعني هاد الناس يتبنون الفكر القتل، يتبنون الفكر التكفيري، والدليل على ذلك انهم اشادوا بعمل ارهابي. ثانيا شفنا البيان ديال حزب العداله والتنميه من بعد المقتل ديال السائحتان النرويجيه والدنماركيه في المغرب، والذين اعتبروه ماشي عمل ارهابي، اعتبروه عمل اجرامي معزول، مع العلم ان مختلف التيارات والهيئات السياسيه والمجتمع المدني وكذلك تكييف النيابه العامه كيفته على انه عمل ارهابي، ولكن حزب العداله والتنميه ملي كنرجعوا للبيان ديال الامانه العامه ديالو اعتبره جريمه معزوله.
هنا اللي كطرح السؤال يعني شنو 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 الهدف من هذا الوصف هذا من هذا الوصف هذا لهذاك العمل هذا العمل ديال 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 احداث مراكش. كتعرف على انني كتدخل كمعتقل رأي لحد كتكون معاملة خاصة لا من طرف السجناء لا من طرف إدارة السجون، لكن التحول اللي كاين في هذا الاعتقال الاخراني هذا اللي ما يمكنليش نذكره لا عن طريق الضابطة القضائية يعني لا أثناء الاعتقال بجو عند الدار ولا أثناء الاستنطاق ولا أثناء الاستماعية ولا أثناء تقديمي أمام وكيل الملك ولا أثناء المحاكمة، يعني كان تعامل إنساني. كنلمسوا أن هناك تحول ديال الأجهزة الأمنية في التعامل ديالها مع المواطنين، كاين هناك تحول. استفدت من جميع حقوق ديالي في الدفاع حتى البوليس لأنهم دخلوا جو عند حتى المحامي جو عند الكوميسارية هادشي اللي ما كانش شحال هادي أن أثناء الحراسة النظرية كيجي يزورك المحامي ما كانش إكراه في توقيع المحضر أو لا كذا، بالعكس سمعتوا لي الكلام اللي قلته هو اللي دونه في المحضر. حتى أثناء تقديمي أمام وكيل الملك سواء وكيل الملك النيابة العامة تعاملت معاملة مزيانة في السنطاق ديال عندو الوصول الدخول ديال السجن كذلك في السجن يعني كان تعامل مزيان لا في التطبيب لا في ظروف الاعتقال. صح كاين ظروف الاعتقال قاسيه شويه لان كتبقى حبس كما كيقولوا يعني ما عندكش حريتك، وانما كاين هناك تحول يعني الحبس ديال شحال هذه مجموعه ديال أسامة خليفي يعني ما عندوش غير بغيت الظهور فهمتي، يعني كاين بزاف حوايج ممكن تظهروا بها يعني ممكن بزاف غير كتبدل اللوك ديالك غير كتظهر بها ماشي بالضروره انك تعطي موقف سياسي. أسامة خليفي انا كما كنقول كما قال عبد الرحيم بوبي السجن احب الي من ان لا اقول كلمه مصيريه او وطنيه، كلمه حق في قضيتي المصيرية والوطنية. يعني في اللحظة يعني فريمون كنسكتو كنقولو عندنا واش طراجي هاد الناس دابا يحشمو كنقولو نعطيو فرصة ومشينا معاهم لأبعد الحدود. يعني أسامة خليفي أول من هنا عليها من كرام بعد تعيينها رئيسة للحكومة من طرف الملك ديك الأيام 20 فبراير إيمانا منا بالديمقراطية وباللعبة الديمقراطية، وهذا جا في التصريح ديالو وقال قلت له يعني نتمنى انكم ديك الشعار اللي رفعتو في الحمله الانتخابيه ديال اسقاط الفساد واستبداد اللي خداوه من حركه 20 فبراير نتمنى انكم تجرؤوه بصفتكم رئيس الحكومه، لكن مع الاسف يعني من بعد الشحنه ولا كنسمعوش بعد من شهر ولا كنسمعو بالخلدون مع ايا مع المهم وزراء يتحبوا بعضياتهم هذا حيازهم الشخصيه وانما ولا عندنا موضوع الساعه اللي حنا كنناقشوا يعني في الوقت اللي كان خصنا نناقشوا قضايا الوطن وقضايا ديال الامه وديال الشعب اللي كنناقشوا مع العينين واش كدير الحجاب ولا ما كديروش واش كذا ولا هذا هو القضايا اللي ولاو عندنا وهذا هو الخطر في الامر. هاد الناس هادو يعني يتعاملون مع الدوله بمنطق انتهازيه ومنطق النفع ومنطق الدفاع عن مصالحهم الشخصيه والولاء ديالهم دائما ليس للوطن ولا للجماعه. وهادشي هذا اللي كيخلينا اننا بعض المرات يعني ما يمكنناش نسكتوا على هادشي هذا. ورغم انني تخوضت في الحبس وخرج يعني مواقفي هي مواقفي. وتيقلت امام المحكمه. يعني قلت له استاذ يعني سوا غتخلي لي المده ديال 3 شهور سوا غادي تخرجني اسامه لن يتغير. يعني اؤمن بهاد البلاد هادي. ما هذيك التدوينه لا تستحق السجن اولا لانني يعني وباقي لحد الان يعني رغم اني تحكم استئنافيا واحترم قرار ديال المحكمه احترمه لان المحكمه يعني ارتأت وبان لها لا ان هناك فعل جرمي، لكن كاين هناك مراحل ديال التقاضي باقي مرحله النقل الحمد لله ان في ابتدائيا كانت 3 شهور الاستئناف عاوتاني خفضت العقوبه الى شهر، يعني هناك شك من طرف المحكمه باقي كاين مرحله ديال النقد يعني وايمانا مني بالبراءه ديالي غنشوف هذه المرحله هذه ان شاء الله نتمنى ان ناخذ براءه كيف ما خدا واحد اخر. ما كناش نتكلموا
على 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 التاريخ الحديث بدون يعني بدون ذكر حركة 20 فبراير. يعني المغرب ما قبل 20 فبراير ماشي هو المغرب ما بعد 20 فبراير. كانت هناك تحولات كبيرة اللي حققتها الحركة، يعني لا على المستوى الدستوري، لا على المستوى السياسي، ولا على المستوى الاقتصادي، ولا على المستوى الاجتماعي. صحيح ما حققناش المطالب كاملة اللي قلنا نصبوا إليها، حققنا واحد النسبة معينة نختلف على واش 50% واش 20% واش 30%، لكن كان هناك تحول وقع. لكن الخطير في الأمر على أن من بعد ما الدولة استجابت لمطالب الشارع ولأنها بغات تدخل في مسلسل الإصلاح في مسلسل الانفتاح، نفاجأ بحزب يعني وصل إلى السلطة بعد الربيع العربي ولا الربيع الديمقراطي. يعني ولينا كنشوفوا هناك تراجعات، هناك كتبقى تراجعات من طرف هذا الحزب على المستوى الاجتماعي. شفنا الإشكال ديال صندوق المقاصة وكيفاش الطريقة باش عالجوه، الإشكال ديال 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 التقاعد ما كنشوفوش، ولا كيزيد في أجور، ارتفاع نسبة البطالة، احتجاجات مازال مستمرة. فهذا هو الخطير في الأمر. يعني واش هاد الناس هادو حقيقة يؤمنون بالوطن وبضرورة استقراره؟ يعني بدون استقرار اجتماعي، بدون سلم اجتماعي، ما يمكنش يكون لك استقرار. يعني واش هاد الناس هادو يدفعون في اتجاه تأزيم الوضع، فهمتي، من أجل أننا نمشيو لا استقرار، إيمانا منهم هما بحكم أنهم يعتبرون أنفسهم هما الأكثر تنظيما والأكثر قوة وأكبر قوة سياسية، على أنهم قادين في حالة ما إذا انهارت السلطة في المغرب هما قادين أنهم يكونوا بدلاء. وهذا هو الخطر. حركة 20 فبراير يعني أدت دورها التاريخي. يعني هي ماشي حزب سياسي أو لا تنظيم حزبي اللي كيكون عنده امتداد في الزمن، هي حركة اجتماعية كتجي في مرحلة معينة كتأدي الدور ديالها كيفما كانوا حركات قبل. يعني لا حركة 29 مارس، الحركة ديال الخدم الشعبي، مجموعة من الحركات اللي كانوا في المغرب، يعني كتجي هي فترة بحكم أنها وبالضبط حركة 20 فبراير ما كانش ممكن أنها تستمر أكثر من هكا، لأنها كانت كتجمع مختلف التلاوين السياسية. يعني كان فيها الليبرالي، فيها اليساري، فيها الإسلامي، فيها يعني مختلف التلاوين. يعني ما يمكنش يكون عندها مشروع سياسي اللي ممكن أنها تستمر فيه في الزمن، بل هي كانت تطالب بالديمقراطية، تطالب بالعدالة الاجتماعية، وتطالب بالحرية. فريمون وقع كما قلت وقعت استجابة من طرف الدولة، كان تغيير ديال الدستور، انتهت الحركة ديال 20 فبراير. لكن هذا لا يعني النهاية ديال الحراك الاجتماعي في المغرب. الحراك الاجتماعي لازال مستمر بحكم أن المطالب الاجتماعية باقا محطوطة على لا 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 كيف نقولوا على الطاولة. يعني يمكن شي شفنا شي هذا في حراك الريف، شفنا في حراك جرادة، بعض الاحتجاجات في مختلف المناطق ديال المغرب. هما اللي كيقولوه العدالة الوطنية كتقول، والعدالة الوطنية شوف العدالة الوطنية أي خصم ديالها إلا كتلصق له إيتيكات. يعني سواء أنك حزب ديال الدولة، سواء أنك بوليسي، سواء أنك فاسد، سواء أنك كافر، سواء أنك بغيت دير الانحلال الأخلاقي. يعني وهادشي هذا إذا قلتي هاد الخمسة ديال 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 التهم، راه كل تيار سياسي عاطيها تهم. إلا قلتي لها البام تقول لك لا هادوك مخزن، هادوك الفساد. تقول لها الاتحاد الاشتراكي تقول لك هذاك حزب علماني، حزب كذا يدعو للانحلال الأخلاقي. تقول لها اليسار والفدرالية اليسار دوك هذوك متطرفين، هذوك كذا هذوك كذا. يعني هادو هما الطريقه، هما ديال الصراع ديالهم السياسي. يعني هما لا يصارعون بالافكار ولا يصارعون بالمشروع، هما يلعبون دور الضحيه في مواجهه ديال باقي الفرق السياسي. لو كنت زعما فريمون يعني فتره ديال 2011 عارف بان الحزب هذا لو يخرج منه هادشي هذا، كان عندي راي اخر. ماشي ما كنتش نخرج، ولكن كنا غنخرجوا بمطالب اخرى. يعني ما كناش ديك الساعه ممكن نقبلوا بهم انهم يكونوا جزء منهم مع حركه 20 فبراير. ما كناش نحطوا يدينا في يديهم في ديك المرحله. لو كنا كنعرفوا بانهم غيوصلونا لهادشي هذا اللي وصلنا ليه دابا، يعني لو اننا ما خديناش موقف ديال المقاطعه ديال الانتخابات، يعني كان بزاف ديال الحوايج كانوا ممكن يتغيروا. ما كانش غير عبد الحسن،
كان عنده إحسان، كان جناح ديال حزب العدالة والتنمية، كذلك كان حاضر معنا، كان معنا اللي هو المنتدى الفردي لحميد الدين. لأن إحنا يعني كشباب كنا في تلك المرحلة يعني أكثر ديمقراطية من الديمقراطية، يعني قلنا بأن يعني نفتحوا المجال لكافة المكونات السياسية والاقتصادية ولا في المجتمع المدني من أجل أننا نمشيو بهذه البلاد هذه من أجل الديمقراطية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. لكن من بعد أن بانوا هاد الناس هادو غير ديمقراطيين، اللي كانوا يستعملون شعار الديمقراطية من أجل الوصول للسلطة، يعني يعتبرون الديمقراطية مجرد آلية للوصول إلى السلطة، ماشي غاية في حد ذاتها. يعني انه كما كيقولوا الديمقراطيه هي سلم، غير كيطلعوا بها السلطه ويريبوا سلم باش انهم يبقاو. لم يكن لهم اي موقف رسمي، وهذا هو الخطير فيهم، هم دائما يستعملون التقيه، هم رجل هنا ورجل هنا لحد الان، هم رجل في الحكومه ورجل في المعارضه. وكذلك في تلك الفتره كانت رجل مع الدوله ورجل مع الشريف براير، يعني كيسيروا الرابحه، يعني بمنطق انتهازي، يعني كيمارسوا السياسة بمنطق انتهازي، بمنطق الربح للجماعة ماشي للوطن. يعني احنا كيسار او لما كترجع للاتحاد الشراكي ولا لما كترجع لحزب الاستقلال كذلك، يعني في معارك السياسية كيمشي فيها كيمشي لو توب لو توب، وكيستحضر دائما المصلحة ديال البلاد. يعني ما كناش كنشوفوا مثلا الاتحاد الشراكي عنده موقف مثلا من الدولة في شكل وممارسته كان في شكل، كيدير معارضة. نهار اللي خسر انه يدخل يدخل الحكومه ويقود التناوب التوافقي، دخلت اونكاجا فيها. يعني ورغم ان الحزب خسر بزاف ديك الساعه، ولكن خدمه للوطن. لحد الان يعني ما كيبانليش، لكني انا دائما قريب من الاحزاب الديمقراطيه، الاحزاب الحداثيه، يعني دائما ادور في فلكهم. اكفس حكومه في التاريخ الحديث ديال المغرب منذ الاستقلال الى يومنا هذا، يعني ما عمرنا شفنا شي حكومه يعني بهذه الدرجه من الوقاحه والحقاره. يعني حاجه واحده اللي شفناها تزادت وتبدلت هي الطوموبيلات اللي كانوا كيركبوا فيهم والدور اللي ساكنين فيهم، مش حاجة أخرى لا. وهذا هو الخطير في الأمر. يعني بدنا نهضروا على حكومة ديال عباس الفاسي اللي كنا كنقولوا حكومة ضعيفة، وديك الساعة حكومة كانت عندها بعد اجتماعي. كنهضروا على حكومة الجطو اللي كنقولوا حزب أن الجطو تكنوكرات وكذا، والانقلاب المنهجي الديمقراطية كانت حكومة اجتماعية. اللي كنا كنشوفوا مع الزيادة في الأجور، كنشوفوا مع حل بعض المشاكل الاجتماعية. عبد الرحمن اليوسفي كذلك. قبل منهم لا عصمان لا كذا، المهم كان هناك نقاش، ولكن كان هناك طابع اجتماعي دائما حاضر من الاولويات ديال العمل الحكومي. الان لا بالعكس، يعني في المغرب ولينا كنشوفوا تقليص الاجور، اقتطاعات الموظفين، ولينا كنشوفوا الاعتقالات ديال النشطاء في الشارع، ولينا كنشوفوا ارتفاع نسب البطاله. يعني كنشوفوا الاصلاح ديال صندوق المقاصه بطريقه غبيه، اغبى طريقه ديال اصلاح صندوق المقاصه كانت في العالم. وكاين النماذج اللي مشاو في اصلاح ديال صندوق المقاصه بطريقه ذكيه، صحيح لان فريمون صندوق المقاصه واحد الجزء منه كيمشي لواحد الناس اللي ما كيستحقوش الدعم، صحيح، ولكن هناك طرق باش اننا ممكن نصلحوه، ماشي الطريقة ديال اننا لا نحيدوا صندوق المقاصة، خلي حرر الثمن ديال الغازوال، حنا ولينا كنشوفوا المعيشة كيفاش كيولات في المغرب. يعني انا هنا فاش قلت لك في الاول، يعني اخاف ولا ان هذا الشيء اللي كيدار دابا اللي كديروا الحكومة دابا يكون مقصود من اجل تأزيم الوضع. هذا هو الخطير في الامر. يعني باش ان تفجر الاوضاع في المغرب كيعتبر راسهم هما اكثر تنظيما، وغدا الى كاع تفجر الوضع هما غادي يجيو يحكموا. بحكم علاقاتهم على مستوى الخارج، بحكم تنظيموا من الداخل، وهذا هو الخطر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.